أهلا بكم من جديد. إذن شهدت مختلف البلديات الجبلية بولاية باتنا مساء أمس تساقط معتبر للثلوج وسط فرحة المواطنين والفلاحين، وهذا رغم صعوبة حركة المرور عبر عديد المحاور. ميكروفون سعيد حريقة. بربي بربي إن شاء الله يحلي تمورت وذي قمان ونومان وأذفلين ومن ويوثا من قبل مور. يوثا بصح ماش حاجه بصح المرضى نورمالمون والله الله ربي علم العالم ما نسوا مال. انا كنغكم ونزور ان شاء الله الخير ها مويا ان شاء الله هذه اللي ليس الخير. إما تلقى حلاي ميرا مالا؟ حلاي ومان حلاي النعمه حلاي الشر حلاي كل شيء. ذي سلهامان الصجر هذا ثل سيدي ذورار ذي قواس هرشي وين السياحه. السياحه اللي صندل الاثار فين شكاد في الاميرات هذه وزين وقتها يعني ما تقح يتعمر المياه يتعمر المخازن ومان يتعيش الشجر يدور رولت غران شي حلا هذا اللي حلا كلش الخير وكل قلت لك الا خير النو. إلى ولاية البيض معاناة حقيقية يجدها سكان حي صخيمي لتوفير قارورة الغاز، وعائلة بلغازي شاهد على حجم المعاناة في مواجهة برودة الطقس الباردة. نور الدين الرحمن والتفاصيل. بحي صحيمي بمدينة البيض والخارج عن حسابات المسؤولين المحليين تعيش عائلة بلغاز المكونة من 7 أفراد حالة طوارئ حقيقية تعلن داخل البيت عند نفاذ قارورة غاز البوتان بسبب تكلفتها وعناء الحصول عليها، أين تقطع الأم عامرة أكثر من 2 كيلومترين لجلبها. قرعت الغاز أنا نعمرها من 2 كيلو يحطوها لقاء عليه ونجقين ذا كشفية. الله قال الله قال رانا مقطوعين لا غاز لا ضو لا حية لا ماء رانا الله قالب ثم رانا قايل حد الموت شوي. رأس مال عائلة بلغاز هو 3 قارورات غاز بوتان تستخدمها للطهي وللتدفئة على هذا الموقد القليل من الراحة في مواجهة الكثير من المعاناة مع البرد القارس. الغاز راه كامل يجينا حتى السيمانتين خضرت سيمانة، والقرعة رانا نعمرها يعمرها نصعب الكوامة ب25 ألف وانا الله قال ما عنديش راكم شوفوا اذا الشيباني الله قال برا بارك. انا عيشان كبير عندي وشي 70 عام سمعت لا دراهم لا طاقه لا والو، عندي 300 تاع كبار ما دارت والو 7 رقب ما دارت لينا شيء. صرت قايل الكانون ثاني لا با لا والو. الله قال الله قال انتم عاونونا وحنا طاقتنا الله قال به. مع البرودة القارسة التي تعرفها البيض بات الديكور اليومي بحي صحيم يصنعه الاطفال، فبكل زاوية من الحي يجتمعون حول موقد نار بحثا عن دفء افتقدوه ببيوتهم في مشهد معبر لحجم معاناة السكان مع البرودة ونقص التموين بغاز البوتان. في شأن مغاير، وبعد التأخر المسجل في وتيرة إشغال مشروع إنجاز المحطة الكهربائية الضخمة بالمنطقة الصناعية ببلارة في جيجل، صرح الرئيس المدير العام للشركة الهندسية للكهرباء والغاز أن سبب التأخر تقني وقد تم تسويته نهائيا. أيمن عبد الرحيم رصد التالي. بالنسبة للتأخير اللي كان في المحطة هو تأخير كان تقني، فبعد ما حلينا كل المشاكل التقنية الآن المشروع يمشي في وتيرة عالية، والآن حوالي 1000 عامل موجود في المشروع، والمشروع الآن حسب البرنامج اللي سطرناه مع المتعاهد تاعنا يمشي حسب البرنامج الآن، يعني كل المشاكل اللي كانت متعلقة في المشروع حلينا. تناشد أزيد من 500 عائلة بحي رمازنة السفلى بعاصمة ولاية سكيكدا، تناشد الجهات الوصية الالتفاتة إليها ببرمجة مشاريع تنموية قصد تحسين ظروفها المعيشية المتدهورة في ظل انعدام جل شروط الحياة الكريمة. محمد حمادة رصد التالي. التلاميذ من يعديو للمدرسة هنا حدانا يعديو دركا تشوفها الهاو طلبة هبطنا واحد الأرض اي بقريب 6 متر لا وتر تاع الطريق ني صور ني والو. ديارهم في الهواء. الديار كامل في الهواء. في الطريق هادي والغاز توفير والوعود تاعي على البلديه ما كاين والو. فهمتي حنايا الماء راه في الديار، الزيكو عندنا في الدار، الركاراج قدام الباب. فهمتي عندنا هنايا عندنا الدنيا كامله تشوف الزيكواش الركاراج ما كانش. الطريق الحمله يوعدونا ويكذبوا ما كاين والو، مقاول اللي يجي يضرب ضربه ويهرب. مرة عندنا الفوق داش الحمله دخلت في ركاراج ماتت،
حنا ونعانيو اخويا العزيز.